بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واسعد الله مساكم بكل خير هذه تحيه عطره مني اليكم من ملعب مصرات الذي يحتضن مباراه تاكيد مباراه الاتحاد المصراتي مع ضيفه فريق المحله اسبوع واحد ثم تنطلق مباريات الدور الرباعي الدور نصف نهائي من اجل الحصول على بطوله هذا الدوري بطوله 20 -21. مع من نقاط 31 نقطه واول كره خطيره مهند الدكاني بكل امتياز نشوف الكره الاخيره مرفوعه عاليه داخل منطقه الجزاء رويد بن براسيه والدكاني اذا بدايه سريعه في هذه المباراه لفريق الاتحاد المصري على مرمى الحارس مهند الدكاني ربما هناك ركل جزاء مع انطلاقة المباراة إعادة الركنية رفع داخل منطقة الجزاء والتغطية الدفاعية والكرة لمست نصر بن دلة الكابيتان كرة لمست اللاعب نصر بن والحكم كان قريب جدا من هذه الكرة يستعد زنالي بيري زلالي يتقدم ويسجل اول اهداف في المباراه بالفعل المهند الدكالي يختار الجهه اليمنى والزلالي الفوالي يختار الجهه اليسرى وقرا اول اهداف في المباراه الاتحاد المصراتي وبكل ثبات بكل اقتدار خمس دقائق لعب مرت من زمن هذا الشوط وافتتاح النتيجه عن طريق الفوالي لأمامنا امامنا زنالي بملعب البيضاء اكيد مباراه مهمه جدا للفريقين من اجل اقتلاع احد الاوراق الورقه الثانيه مرتين تموا بتعادل بين الفريقين امال لفتيسي لفتيسي وحارس مرمى تايب خروج خاطئ من حارس مرمى حمدي التايب في هذه الكره طيب مره ثانيه والتايب التايب تايب اللي في دور اللي في دور ويراوغ الاول يراوغ يراوغ الاول والثاني والكره تضيع بالكداري امامنا الالتفاف والدوران والدخول داخل منطقه الجزاء والمراوغه الممتازه عن طريق ممكن زاد فيها كان محاول التصويب بالنسبه يسدد على مرمى الحارس زنانو اللاعب الفوري يضع الكره خارج ارضيه الميدان السيد كده اكيد العديد من الفريق بمكية العروبة أهلي طرابلس محل في الفترة الماضية وهذه كرة سريعة كرة سريعة فرصة الثاني فرصة الثاني وضيع الكرة والتسديد مباشرة يمينية بالقدم اليمنى عن طريق معتز معروف مرت بسلام هذه كرة على مرمى الدكالي كرة طويلة فرصة على مرت على المرمى الحاسم مرمى الدكالي عمر ولدي عمر والهادي عمر ركلة جزاء بالفعل الهادي عمر وركلة جزاء لصالح المحلة ركلة جزاء حسب الشرط الدولي محمد شحومي أمامنا أمامنا أحمد الميري الميري للهادي عمر والهادي الهادي عمر هناك خط على اللاعب هادي عمر سراج كورة مرت هناك دفع في الكورة الأخيرة ربما فكرون من اللي في اللقطة الأخيرة إذا ركلة جزاء حسب الشرط الدولي في الكورة الأخيرة ربما فكرون حنتابع من اللي في اللقطة الأخيرة إذا ركل الجزاء حسب بشارة الدولي وسط التعديل الهادي عمر الهادي عمر يتقدم ويسجل في المرمى جول جول الهادي عمر بكل ثقة كبيرة بالنفس والركلة بكل نجاح بكل أمانة صعبة جدا على حراس المرمى كرة عالية في المرمى ويسجل في التعادل الهادي عمر الجزاء ثم ياتي تعديل في في الشوط الثاني دقيقه 20 او دقيقه دقيقه 20 من الشوط الثاني من علامه جزاء كذلك عن طريق اللعب الهادي عمر يضيف المحل نقطه لصيده يصبح 23 نقطه من 21 مباراه والاتحاد المصراتي 32 نقطه من 21 مباراه على الحب والخير التقينا اكيد وعلى محبه نودعكم على امل لقاء بكم بعون الله تعالى في لقاءات رياضيه قادمه